تحضرنا على الفيسبوك هلا، بس نكون جاهزين لحتى نرحب فيهم ونبلش احنا وياكم هذا الايفنت. وانا كان مفروض عشانكم صايمين لازم افطر انا وياكم، نجينا عشبن احنا لايف. اوكي، بدنا نرحب بكل الناس اللي انضموا لنا على صفحاتنا على روز تايجر وعلى سامح مول وعلى صفحتي صفحه شيف امتياز جتاوي. كلكم اهلا وسهلا فيكم. اليوم موجودين احنا باربد عروس الشمال، عم نعمل مجموعه مسابقات انا ومجموعه شعبان. المسابقه كثير حلوه، اخترنا اليوم فريقين من الازواج راح يتباروا على طبخه الرز المبهر بطريقه كثير حلوه. الناس اللي بيحضرونا على صفحاتنا على الفيسبوك بدنا شير وكومنتس ولايك، ليه؟ لانكم رح تفوزوا معي مع مجموعه جوائز. مبدئيا انا حاطه من 3 إلى 5 بس حسب ما اشوف عندكم. بدي افتح على اللايف عشان نبلش نختار الاشخاص. رح اسالكم مجموعه من الاسئله بتجاوبوا عليها عشان نختار شخص كل 5 دقائق لـ10 دقائق بجائزه. اول سؤال ممكن احكي لكم اياه الا وهو ما هو منشا رز تايجر البسمتي؟ لا، هدول اللي بيحضرونا على اللايف، انتوا هلا بدنا نبلش انا وياكم. هلا بدنا نبلش انا والموجودين هون، بس الموجودين على صفحاتنا لازم يجاوبوني على السؤال لحتى تربحوا. احكي لكم شويه معلومات كمان للموجودين معي اليوم بالمول، احنا موجودين اليوم بسامح مول. رز تايجر البسمتي هو رز بسمتي حبه طويله هندي المنشا، هو احدى منتجات مجموعه شعبان الجديده اللي صار متوفر بكل الاسواق الاردنيه. الحبه طويله وناصحه مليانه، يعني كانت تتغذى وهي بالارض تبعتها. 11-21 رقم كثير بهمكم اللي هو حجم الرز. اليوم الرز عليه خصم 3 دنانير و99 قرش موجود هيو على شمالي، بيصوروا لكم اياه الشباب لحتى تشوفوه. تمام، 3 دنانير و99 قرش، هذا السعر بكل المملكه وهو سعر خاص لحتى تجربوا رز تايجر البسمتي. اللي بيحضروني زي ما حكينا على الفيسبوك بدكم تجاوبوا ما هو منشا رز تايجر البسمتي. انا راح افتح اللايف كمان على تليفوني عشان نجاوب. مرة ثانية للناس الموجودين كلياتكم بدي ارحب فيكم، وللناس الموجودين معنا على صفحاتنا على الفيسبوك. اليوم انا ومجموعة شعبان عم بيكون معنا مسابقة طبخ للازواج. عندنا الفريق الاول، بلشت تغشي بالوصفة حاسك، وعندنا الفريق الثاني راح يطبخوا لنا الرز المفلفل المبهر باللحم المفرومة. بس الموضوع مش سهل، احذروا ليه؟ احنا رز تايجر البسمتي اللي بيميزه انه بيشرب السوائل كثير بسرعه، بيستوي كثير بسرعه، بيشرب النكهه بطريقه كثير سريعه. فبالتالي معاكم فقط 15 دقيقه من الثانيه رح نحكي لكم فيها بلشنا. بس خليني اشغل لكم الغاز عشان اكون هالقد منصفه. بدنا نشغل الغاز، هيو هيك اشتغل، نحط لكم كمان الطنجره. ايش نسمي الفريق؟ شغلوا لكم اياه، هي شغلنا لكم اياه وهي الطنجره. عندنا كمان حاضر على الطاولة زيت شعبان موجود منه بعباد الشمس، موجود معاه بالذرة، متوفر كمان هون بكل سامح مول وبكل مكان. نوقت لهم جماعة اربد الهاديين الرايقين الحلوين، ما بعرفش اكون هادية من الاخر، بدنا شوية حماس. الفريق الأول، ايش نسمي الفريق الأول؟ هاتوا نقي لهم أسماء. والله الفريق الأزرق، وعندنا الفريق الأحمر عشان نشجعهم. معكم حدا غيركم عشان نشجعكم؟ طب تشجيع للفريق الأزرق، يلا ما ايوه نشجع لهم، ايوه هي بشجع حاله، وشجعنا للفريق الاحمر. ايه نبلش، احنا رح نعمل رز مبخر. نعم؟ لا الاحمر زقفوا لهم زقفه كثير قويه للاحمر، زعلان، قال احنا المغضوب. لا لا لا، احنا متحمسين على الجهتين، بس عندنا الجماعه هيك رايقين شوي، حمسوا لنا اياهم شوي عشان نبلش. واللي بنضموا لي احنا موجودين اليوم بسامح مول، عم نعمل عرض طبخ مباشر مع رز بسمتي. رز بسمتي التايجر الحبه طويله الموجود بكل الاسواق الاردنيه، عليه عرض ب 3 دنانير و99 قرش. هلا الناس الموجودين معي هون بسامح مول، احنا كلياتنا يوم عرفه بنعزم، صح؟ مين عامل عزيمه يوم عرفه؟ بالعاده بنعزم الحبايب على الفطور، يعني الناس اللي بتصوم تعمل عزيمه. فبدي اياكم تعملوا طبخه من رز تايجر البسمتي وتشتروه هلا وتجيبوا لي الفاتوره. اللي بيجيب لي الفاتوره اول واحد راح احكي له جائزه ثانيه. اول واحد بيشتري من رز تايجر البسمتي يجيب لي الفاتوره. نبلش احنا هلا بالضبط بالضبط ونص وثلاث دقائق. نعدلهم مع بعض، نعدلهم. يلا واحد، ايش هاي فاتوره؟ خليكي ثانيه بس لبقول لك شو اللي بحكي معنا. واحد، يلا عدوا معي، واحد. انت ما عليك بدكش لفظ، احنا مش رح تنظف دجاج ولا لحمه، هي امورك تمام سليم، ما تقلق، هي المدام رح تطبخ وانت رح تغششها. طيب واحد، يلا اشوف احكوا، واحد، اثنين، ثلاثة. يلا بلشنا 15 دقيقة من هاي الثانية، لازم الرز يكون مفلفل، هو طبعا اكيد رح يتفلفل معاكم، بجنن.
ورح نطعميكم انتو سيداتي الموجودين معي او الرجال الموجودين معي، رح ادوقكم انا بالنتيجة. هذه البصل تفضلي، هاي البصل حطولكم احنا حاطين بصل، ثوم، زنجبيل، البهارات الخشنة، وعنا بابريكا، وعنا فلفل اسود، وبديل مرق الدجاج، وعنا بهارات مشكلة وملح، يعني مقادير كتير بسيطة. بالعادة احنا بنطبخ الرزيات على لحمة او على دجاج، بس بدنا نقولكم قديه رز تايجر البسمتي اليوم ما بتحتاجوا تطبخوه ولا مع إشي، لأنه بياخد كل النكهات. سريعا جدا، بإيش بلشتي؟ بالبصل أول إشي. البصل، ها البصل كيف رح تعمليه احكي لنا؟ بدي أحط البصل وأحط اللحمة أول إشي، وبعدين بحط عليها الفلفلين طبعا. طيب تشجيع الفريق الأحمر يا جماعة، بدنا نشجعهم. إيش بلشنا؟ أشغل لكم الغاز هيك أكتر إشي هو. يعني عادي ما تخافي، معنا 15 دقيقة رح يجهز ما تقلقي. إيش رح تبلشي؟ حطيت البصل والثوم والزنجبيل كله مع بعضه. طيب تمام، يلا بدنا نبلش. اللي معها فاتورة تعطيني إياها، خلينا اللي معهم فواتير. وأرجع أذكر الناس بدي اسمع، بدي أفتح اللايف أنا عشان أشوف اللي بيحضرونا على اللايف، وأرجع أذكر الناس اللي عم بيحضرونا على اللايف إنه إحنا اليوم موجودين أنا ومجموعة شعبان بإربد لحتى نعمل عرض طبخ مباشر زي ما أنتم شايفين، لا نطبخ وصفات بأرز تايجر البسمتي الهندي، الحبة طويلة اللي بياخد العقل. هلأ بدي أحكي لكم ليش رز تايجر لازم إنكم تجربوه، البسمتي بالذات، لأنه حبة طويلة وعريضة، حجمها 12-21 يعني 1121، زائد إن هو هندي المنشأ. اللي بيحضروني على اللايف على الفيسبوك، الأمور هم بإربد جميلة رايقة، بدي أياكم تفوتوا تجاوبوا على سؤال الحلقة أو سؤالنا هلأ على اللايف لحتى نختار مجموعة رابحين معنا. هي بدي أبلش أنا كمان على اللايف، خلينا نفوت على اللايف عشان نختار معاي أول رابح معنا لليوم. هيا نبلش باللايف. إيش مالكم متوترين؟ الغاز تعشف لنا الغاز يا صدام. صدام هلأ بشوف لكم الغاز على الجهتين. اشتريتي بس رح تكونوا هناك وباخذ منكم الفواتير. اللي رح يشتري روز تايجر البسمتي بدنا نعطيه هدية، بس بدنا نتأكد انه اشترى روز تايجر. والله انكم اشتريتوا سيئة، بس انا خلينا واحدة واحدة. هي الاولى وهي الثانية عشان نعطيهم كمان هدية من عنا فورية من غير سؤال. للناس الموجودة رح اسألهم مجموعة من الاسئلة عشان تجاوبوا عليها وكمان اعطيكم هدية. اللي ربحت معي هاي السيدة والصبية اللابسة أبيض، هذا لإلكم. بدي أسألكم سؤال، مين بحب أسأله؟ في على اللايف، هاتي أشوف على اللايف. اللايف والله معي على اللايف حجم كتير كبير. طيب بدي أربح جائزة على اللايف لأنكم رائعين والله جماعتي اللي بيحضروني على اللايف. إحنا موجودين اليوم بسامح مول بإربد. بدي أذكركم إنه رز تايجر البسمتي هو رز هندي بسمتي، حبة طويلة، حبته كبيرة وعريضة بتتفلفل، والحلو فيه انه بياخد النكهة. احنا متعودين بالعادة الرز البسمتي ما بيشرب كتير النكهات، بس رز تاجر البسمتي بيشرب النكهات بطريقة كتير حلوة. فكل اللي عم بيحضروني على اللايف عندي سؤال، يعني اسم الله صرنا 800 على اللايف. كل اللي عم بيحضروني بدي احكي لكم انه احنا موجودين بإربد بعروس الشمال مع مجموعة من السيدات، وكمان الرجال عم موجودون معانا عم ينضموا لنا ضمن هذا اللايف. اول سؤال، اسم الله صرنا 900 تقريبا على اللايف، يعني شيء محمس الصراحة. الناس عم بيحضرونا على اللايف، اتمنى انكم تستفيدوا منه. اليوم اخترنا زوجين معاي لحتى يتباروا بطبخ الرز المبخر. اعطيناهم تحدي بسيط انه الرز بده يكون جاهز مع اللحمة ب 15 دقيقة عشان لما نجرب الرز. طيب الجائزة الاولى بدنا نختار، انا بدي اختار من الكومنتس بهاي الطريقه، فضروري لانه انا عم بختار. هي كل ما زاد الشير وكل ما زاد الكومنتس كل ما زادت فرصتكم بالربح، فانا كل اللي راح اعمل فيه راح افوت هيك على اللايف واعمل مثل هيك لتزيد فرصكم بالربح. استنوا شوي عشان نختار ونعمل سكرين شوت للاسم. فبدنا نقول الناس اللي بيحضرونا على صفحاتنا على روز تايجر وعلى صفحتي صفحه الشيف امتياز جتاوي، كمان على صفحه سامح مول، كل اسماءكم بتفوت معي مع السحب. بدي اقول مبدئيا مبارك لنور بني حميد حماد. نور بني حماد، هي اخذنا سكرين شوت لاسمك يا نور، خليني اورجيهم اياها عشان تفوزوا. لابد انكم تفوتوا تجاوبوني على السؤال. السؤال هي حتى هي مجاوب السؤال وعامله شير. راح اسالكم كمان سؤال لنختار كمان رابح معانا على اللايف. السؤال الثاني، واحدة من الميزات اللي بتمتع فيها روز تايجر انه سريع امتصاص للنكهات،
وكان وكمان شغله حكيت لكم اياها، حجم حبه روز تايجر. بالله قرب لي شوي على الشاشه، قرب على الرز، خليهم يغشوا قد ايه حجم حبه الرز من تايجر كبيره. سؤالي الثاني جاوبوا عليه عشان خلال 5 دقائق على اللايف رح نختار الرابح التالي. كم حجم؟ استنوا انا بقدر اغششهم من وراي، جماعه الاحمر خلينا نغششهم، انا بحب اغشش الناس اللي بيحضروني على اللايف عشان يفوزوا معي بجوائز مقدمه من مجموعه شعبان. اللي بيحضروني على اللايف عشان عندي كثير اسئله، ركزوا لي بهالمعلومه ما بحكي لكم اياها. روز تايجر هلا حجمه 3.5 كيلو، سعره 3.99 دينار، وهذا السعر معملينه مخصوص لكم هاي الفتره عشان تجربوا روز تايجر، زائد انه روز تايجر متوفر بكل مكان، بسمتي، هندي، حبه طويله حجمها 121، وغير هذا الحكي سعره ممتاز وبشرب النكهات كثير حلوه. غششتكم كل المعلومات للناس اللي بيحضروني على اللايف، جاوبوا بالسؤالي لهلا. كم؟ ما تحكوليش حبه كبيره، هيني على اللايف عم بقرا. تمارا وايديك يا حبيبه قلبي يا تمارا. محمد البوريني عم بقول لي حبه طويله. روزاليا جاوبت صح. انتم حاولوا تجاوبوا صح، انا بدي حجمها بالارقام جماعه الارقام. 1121 يعني 1121. جاوبوني على هذا السؤال اللي على اللايف، ونرجع ننضم هلا للناس الموجودين معي. اخترنا الجائزه الاولى، نرجع نختار الشخص اللي موجود معي او الاشخاص الموجودين معي. عم بطبخ عم بطبخ ورز مبهر، شو صار معنا؟ انا حاسه الرز جاهز وخلص. لا 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 بعده. طب احكي لي شو عملتي؟ حطيت اللحمه، اول شيء البصله والثومه، وبعدين حطيت اللحمه. حطيتي البصل الثوم واللحمه، او ليه بتغطي اللحمه؟ ما في داعي تغطيها عشان ما نتاخرش. لا تخافيش بنعطيك شويه وقت زياده. طب تعال غششني عن المدام 3 معلومات بالطبخ ما بتحبها فيها، يعني طلع الاكل مالح. بطلعوا حار. بحبش الملوخيه. بحبش الملوخيه؟ بحبش. ليش؟ بكرهها، بكره الملوخيه، بكره بسويها. بتطبخيها بالبيت ولا لا؟ بطبخها. تاكلي انت الاولاد لحالكم، انت من جماعتي، انا اللي جوزي ما بحبه مش مشكله، بطبخ وباكل انا والاولاد. مش مشكله. طيب الفريق اللي على اليمين شو اخباركم؟ الامور طيبه ان شاء الله. الامور طيبه. هاد غششنا شو عملتوا؟ سيطر عليهم. شو بدكم؟ حطينا البصل والثوم والزنجبيل وبعدين اللحمه. اسمعي انا بدي احكي لك معلومه قبل ما تحكي لي شو حطيتي، بتعرفي انه انت الله مريحك والله وبحبك جدا، عشان ما يتدخلش لا بالطبخه لا طبختي ولا عملتي ولا هي عجبتني ولا هي ضيفي ملح ولا زيدي. الامور طيبه، ايش حطيتي؟ زي ما حكيت لك البصل والثوم والزنجبيل وبعدين اللحمه. هلا انت تبلتي الرز على جنب، شو حطيتي له تتبيل؟ البهارات هذول الماجي والكركم، بهارات الرز البخاري والفلفل والملح. تمام. طيب ما تنسوا انه انتم معاكم من هذه الدقيقه كمان 7 دقائق، صار لكم 7 دقائق عم تطبخوا كمان 7 دقائق. طيب انا هون بدي احمسكم شوي، الناس الموجودين معي بسامح مول بقربت، غير اني انا بدي اذكركم انه روز تاجر البسمتي موجود هون، بدي اسالكم سؤال عشان اربحكم جائزه، شو رايكم؟ اسال سؤال واربحكم جائزه عشان تتحمسوا معي شوي، والناس اللي على الفيسبوك كمان دقيقه راح اختار اسم رابح ثاني. السؤال كان كم حجم حبها طوله هيك حبه طويله مرتقه. تعب قرب قرب معي عشان اورجيهم على اللايف حبه الرز، لما احكي لهم 11.21 هيها، احفظوا هذا الرقم، اكتبوا 1120 عشان خلال الدقيقه الثانيه راح اسحب على الرابح الثاني من صفحاتنا على الفيسبوك. لا تنسوا اهم شيء الشير، وتجاوبوا قد ما بتقدروا على السؤال لحتى تفوزوا معي بالجائزه الثانيه. احنا اليوم موجودين باربد بسامح مول، روز تايجر البسمتي موجود بكل الاسواق الاردنيه مش بس باربد، بكل مكان. بدي اياكم تجربوه لانه بيمتص النكهات طريقه كثير حلوه. نفتح على اللايف هلا، خليهم يفتحوا لي على اللايف عشان اضل متابعه على اللايف واقرا الكومنتات. بسم الله ما شاء الله احنا على اللايف 1000 تقريبا، هيني انا فتحته من عندي، بس خلينا ناخذ من هون. شو رايكم على اللايف جماعه اللايف اربحكم انا جائزه على رقم 1000 بالضبط، ضايلكم 20 شخص. خليني هيني عم بختار جائزه. هيكم عم تجاوبوا صح. ميساء عم بتقول حبة طويلة 1121، ام حماد عم بتقول حبة طويلة 121، شوفوا قد ايه الحبة كثير طويلة. ومنشأ الهند يعني احسن مكان للرز البسمتي. خلينا نتحمس شوي انا وياكم، خلص لانه انا يعني انا نعسانة يا انتم نعسانين، شو رأيكم؟ طيب مين اشترى كمان روز تايجر؟ فوتي اشتريته؟ بدنا الفواتير، اللي اشترى بدنا الفاتورة، معك الفاتورة؟ طيب هاي فاتورة اعطوها لزميلي محمد الشيك، اللي معه فاتورة روز تايجر البسمتي من غير سؤال رح اربحه جائزة،
فورية. الناس الموجودين معي على اللايف عم بيجاوبوا لي هلأ على قدي حجم حبة الرز عشان بدي أختار رابح تاني. هاتوا نعطيها إياها للسيدة العظيمة الجميلة. كيف حالك أولاً؟ شو أخبارك؟ حبيبتي الله يعافيك، مبارك لإلك. طيب في سؤال معي، بدي هيك رجل أغاوز معن جنو. لا والله خليني أختار طفلة حلوة هيك كتكوتة، خليني أنا بحب الأغاوز شوي. أختارك. بتعرفي تجاوبي؟ سألتك سؤال بتحبيني؟ أنا بحبك أكتر. أنا شوفي بحب أربح، والله لو علي بربحكم كلكم من غير ولا سؤال، بس لازم نسأل سؤال. أعطيني ثلاث طبخات ماما بتعملهم بالبيت فيهم رز بس يكون حبة طويلة. أيوة برافو. ري كبسة مقلوبة صح؟ مقلوبة. طيب شيها يا ماما. أوزي مندي وأوزي وكبسة ومقلوبة. من نعطيها جائزة لهالبنوتة الحلوة عشان إحنا سألناها السؤال وجاوبت عليه. والناس الموجودين هون اللي ما تنضموا لنا موجودين إحنا بسامح مول لحتى نعمل عرض طبخ مع مجموعة شعبان. عم نحكي عن روز تايجر البسمتي. والله أنا مجموعة اللايف اليوم مبسوطة منهم قد الدنيا، يعني الحمد لله إحنا ألف على اللايف، وبدي أربحكم أكثر من جائز لأنه اليوم أنتم دليليني فأنا بدي أدللكم. سألتكم سؤال قبل شوي، كم طول حبة روز تايجر البسمتي؟ بدي أربحكم كمان جائزة، هي مجموعة منتجات مقدمة من شعبان. إضافة للناس الموجودين معي رح يربحوا جائزة نقدية بنهاية اللايف. رح نرجع نسألهم كيف طبخوا. بدي أختار رابح على اللايف كمان. بسم الله ما شاء الله، خلينا نختار رابح. احنا صرنا 1000 بالضبط على اللايف. هات نورجيهم نختار رابح تاني معانا على اللايف. بدنا نقول مبارك. شوفوا انا كيف عم بختار من على اللايف. بسأل سؤال، لازم تجاوبوا جواب السؤال وبعدين لازم تكونوا عاملين شير عشان تفوزوا معي. فانا اسم الله الكومنتات كتير كتيرة، بس كمان بدي اياها اكتر عشان تزيد من فرصكم بالربح. بدنا نمشي زي هيك. استنوا نختار ميساء. هيها ميساء مجاوبة حبة طويلة. ميساء ربابة اسمها. هاي ميساء، ناخد سكرين شوت على اسمك. وأسألكم سؤال ثالث للموجودين معي على اللايف، وأرجع أذكر كل اللي عم ينضموا لي على اللايف على الفيسبوك على صفحاتنا على روز تايجر، وطبعا على صفحة روز تايجر وعلى صفحتي صفحة الشيف امتياز جتاوي وصفحة سامح مول. كل أسماءكم عم بتفوت معي على السحب. كل خمس دقايق رح أسأل سؤال وأفوز فيه جائزة. السؤال ثالث على صفحاتنا على الفيسبوك، بأي سنة تم طرح أرز تاجر البسمتي بالأسواق؟ عم بقولكم حديث البيبي الجديد لمجموعة شعبان، يعني جوابي كتير سهل، جاوبوا على السريع. طيب خلينا نروح على الطبخة. على فكرة لكم تدوقوا اليوم، انتم رح تحكموا. لا 22؟ لا يا جماعة نغشش اللي على اللايف. 23. طيب نرجع للطبخة عشان تدوقوا، بالله ما انتم جوعانين. أنا والله جاي من عمان جوعانة. خلينا ندوق الطبخة نشوف شو صار بالطبخة يا سيداتي. يغلي احكي لنا شو عملتي من الصفر، اعتبرينا احنا اللي بيحضرونا على الفيسبوك عم نتعلم طبخة جديدة. اول اشي حطيت الزيت، حطيت البصل والزنجبيل والثوم معه وملح وفلفل والبهارات، هاي حركتهم. بعدين بس تحمروا شوي او يعني استووا شوي، نزلت اللحمة عليهم برضو سنتها على بين ما تستوي. بعدين حطيت الرز، طبعا حطيت هون بهارات على الرز. وهو حطيتي البهارات على الرز لحال مش فوق اللحمه والبصل وهيك؟ حطيت على اللحمه والبصل بهارات، بس اني فلفلت الرز برضه لحاله او بهرته لحاله، عرفتي قبل ما بالبيت بالعادي بيحبوا منك الرزيات اكثر ولا بيحبوا منك الصواني اكثر؟ الرز احنا الرز اكثر، والرز جماعتي. احنا بنحب الرز اكثر لطويل. والله عشان تعرفوا انا زوجي اذا ما كنت طابخه الرز ما بياكل، زيت وزعتر من قضيها. شو عملتي؟ حطيت الزيت بالاول، بعدين البصلة والثومة، وحطيت عليها اللحمة وبهرتها، وبهرت اللهم صل سيدنا محمد الرز، وبس استوت اللحمة حطيت عليها. طب وانتي عم تعملي هالوصفة اللي كتير سهلة، هي مفروض الرز المبهر احنا ما عم نصعبها عليكم، بالعكس احنا بنحاول نسهل عليكم قد ما بتقدر. انتي شفتي اكيد روز تايجر البسمتي، شو عجبك فيه؟ انا بدي اخذ رأيك، بدي اسمع منك الصراحة. هو الصراحة الرز هذا بسمتي كثير كويس، يعني حبيتي حبة الرز انه هلا احنا بنعرف في انواع رز بتكون طويلة كثير بس خفيفة كثير فبتلاقيها بتتكسر، بس حبته كثير كويس كمان، وبتحسه يعني شكله احلى من الرز الاصغر. مظبوط. هلا الرز تايجر طبعا الامريكي اكيد لا غنى عنه، لانه رز تايجر الامريكي يا جماعة
رز متوسط الحبة بزبط نعمل منسف بدونه أو مقلوبة بدونه ما بزبط. طيب الناس اللي عم بيحضروني على اللايف ما بدي اياكم تنسوا تجاوبوا سؤال حلقتنا أو السؤال اللايف لهلا السؤال الثالث عشان تربحوا معاي جائزة. أنا بختار الناس اللي عاملة من الكومنتس طبعا لازم تجاوبوا على السؤال لازم تكونوا عاملين شير عشان تزيدوا من فرصتكم بالربح. موجودين اليوم بإربد جماعة إربد هيك الرايقين الحلوين الكتاكيت ناسيني وقاعدين بالبيت يلا مش مشكلة حتى الموجودين هنا ابتسامة لطيفة خفيفة. فالناس اللي بيحضروني على اللايف بدنا نعمل شير بدنا نعمل كومنتس ونجاوب على السؤال الثالث. شو كان السؤال الثالث سألته على اللايف نسيت. بأي سنة تم إطلاق روز تايجر البسمتي؟ احنا عم نحكي منتج جديد بالمنتجات مجموعة شعبان الموجود بالأسواق الأردنية وهو أحدث منتج لهم. احنا بسنة 2023 ايش يعني هذا الحكي بسرعة سريع جاوبوا. خلينا نقرأ من الكومنتس الموجودة نشوف إذا في حدا عم بيجاوب على سؤالنا لهلأ اللي هو بأي سنة تم إطلاق رز. لا اسمعوا أنا بدي أختار رائد اكتب الجواب يا رائد. أم عبود الخزعلي هي أول وحدة جاوبت صح. أم يامن المومني جاوبي على السؤال بأي سنة تم إطلاق رز تايجر البسمتي. إيمان جاوبينا على السؤال سريعا جدا عشان أختار خلال الدقيقة الجاي الجائزة الثالثة. هي بلشوا يجاوبوني صح بلشت الأسماء. ملك كمان أهلا وسهلا فيكي. كل عم بيحضرونا على اللايف اليوم عم نكون بإربد مع مجموعة من يعني المتابعين الحلوين الحضور اللي عم بيطبخولنا عشان دوقوكم وصفات برز تايجر البسمتي. مين كمان كل عم بيجاوبوني على السؤال بس جاوبوني بأي سنة تم إطلاق رز تايجر البسمتي. تمام إيش يا سيدتي الجميلة قوليلي بدك تربحي؟ ما هو بدي اياهم يجاوبوا على اللايف بس انتوا رح اسالكم اسئله ثانيه. احنا شو صار بالطبخه نشوف وضع الطبخه. تعال ورجيني نشوف الرزات وهو لسه خلينا نورجيهم الرز وهو لسه لا استوى ولا ماله ولا شيء بس شوفوا قد ايه حبته بتجنن. هون الرز نورجيهم الرز اللي هون تمام نورجيهم الرزات قد ايه حلوين وهو لسه ما استوى يا دوب حطت عليه هلا المي. ما احتجنا مرق دجاج ما احتجنا على نار هاديه. احنا خلي النار عاليه احسن لكم لانه نارنا اصلا هاديه جماعة النار الهادي. احنا شو صار رزاتك كمان اللي هون شو الله لا انت شكله نارك احنا غشين معك النار عندك ممتازة. شوفوا حبة الرز مفلفلة حلوة اسمها ريحته زاكية. فريق احمر الفريق اخضر اي ازرق عفوا اللي بيشجع الفريق الازرق ولا حدا انا اللي بيشجع الفريق الاحمر ولا حدا انا بس هيك خمسة ستة لعد هتدوق بدنا نختار كمان ثلاث سيدات عشان يدوقوا معنا بس بدنا نعطيهم دقيقة لحتى يدوقوا معنا. نرجع للناس اللي بيجاوبونا على اللايف لازم تجاوبوا على السؤال عم بقولكم اياه في اي سنه تم اطلاق رز تايجر البسمتي عشان نختار الجائزه الثالثه. احنا بالضبط دايلنا 3 دقائق ومنخلص هنا عشان نختار كمان متسابقتين معنا لحتى يطبخوا ويتباروا مع بعض يعني هاي احنا المسابقه الاولى تمام. الناس اللي عم بيحضروني على اللايف بدي اياكم تجاوبوني في اي سنه تم اطلاق روز تايجر البسمتي الحبه طويله اللي عليه عرض هلا ب 3 دنانير 99 قرش وكمان حجمه 3 كيلو ونص. شوفوا الباكيت ما احلاه طلعوا يعني ملفت للانتباه عشان تجربوه للمره الاولى وتحكوا لي رايكم. احكوا لي باي سنه تم اطلاقه وخليني اختار من الكومنتس. هي انا عم بختار من الكومنتس يا جماعه والشخص اللي بده يفوز معي لابد انه يكون عامل شير لللايف لحتى يفوز معي. شوف بنمشي فيهم مثل هيك وبنختار معانا الرابح. الرابح الثالث رح يكون معانا طبعا جائزه مقدم مجموعه شعبان مجموعه منتجات من عندهم. تعال ايش بدك انت مستعجل ولا بدك تفوز؟ بتخرب بخرب عليك بالبيت. ايش تعمل لما تكون الدنيا رمضان؟ طيب هات احكي لنا شو لما تكون الدنيا رمضان والواحد جوعان بتفوت على المطبخ شو بتعمل؟ ما بفوتش على المطبخ. احسن لك انت بتضلك نايم شكلك والله اريح. بقول لك انا بالنسبه لي الرجل ما يفوتش على المطبخ اريح صح. طب بعملش ولا شيء ولا شيء يعني اذا كان موجود بعمل له شويه مشاكل واطلع شويه مشاكل وبطلع. اسمع خصوصا اذا كان صايم مأساة. مين زوجها بيساعدها بالبيت؟ بيساعدك زوج بيساعدك ولا وحده زوجها بيساعدها ابدا ولا يمين ولا شمال ولا يحرك اللبن ولا يشوف الطبخة؟ مش بس أهل إربد أهل كل حدا الرجال بس بدوقوا تمام. وين رح زوجك هرب؟ هي شوي ومين بده يشوف لنا الطبخة؟ هذا بالبيت بساعدك؟ طب وينه هرب؟ هلأ بنشوفه. شو صار معنا بالرز؟
يلا قرب يستوي ان شاء الله. طب دقتيه؟ تمام. خلص اموره تمام؟ من هلا صدام يجي عشان يساعدنا بده يسكب، شو صار معنا بالرز هون؟ يلا قرب ان شاء الله. طيب نسال كمان سؤال للناس الموجودين معي هون على اللايف، وارجع اذكركم انه احنا موجودين على صفحاتنا على ارز تاجر، وعلى صفحتي صفحه شيف امتياز جتاوي، وكمان على صفحه سامح مول. عم نسال سؤال ورح نختار زي ما حكينا كل خمس دقائق جائزه معنا من مجموعه شعبان مقدمه. اكيد احنا بنحكي عن رز تاجر البسمتي اللي هو الرز حبه طويله بشرب النكهات بطريقه كثير حلوه، احدى منتجات مجموعه شعبان الجديده اللي تم اطلاقه في عام 2023. الرز عليه هلا عرض، العرض 3.99 دينار، وكمان وزنه 3.5 كيلو، وهو هندي المنشا. تمام، غششتكم كل شيء، ضايل مختار الرابح. بس قبل ما نختار الرابح على الفيسبوك خليني اختار كمان سيدي من هون ربحها جائزه. اول شيء مين اشترى روز تايجر؟ معك فاتوره؟ هات اللي معاه فاتوره. خلينا ناخذ روز تايجر اشترى. اعطيتوهم؟ لا اعطيتوهم، اخذتوا هديه مفروض. لا اعطوني ناس جداد. اللي بيشتري روز تايجر اليوم واحنا موجودين وبجيب الفاتوره بياخذ منا هديه فوريه. نسال كمان سؤال، خلينا نسال كمان سؤال قبل ما يستوي الرز. مين بده اساله سؤال؟ نسال كمان سؤال عشان نربح جائزه. نسال كم مين لعمو؟ هي هي بتغاوز، انا ما غاوزت، هي قالت لي غاوزي. خليني امر، انا عادي بنط مش مشكله عشان اقرب عليكم. انت الله يسامحك طلعتني على الفيسبوك وانا بنط، الله يسامحك. لا ما بدهم يغششوك، انا بدي اعطيك سؤال كثير سهل. منا انا اعطيك سؤال سهل، هلا انا صار لي ساعه بحكي، اعطيني ثلاث ميزات انا حكيتها عن روز تايجر البسمتي. حبه طويله، بمتص النكهه بسرعه. غششوه غششوه غششوه. ايوه هلا كلكم واقفين وصار لي ساعه بحكي ولا حدا حفظ شيء؟ ايش في؟ بتفلفل بسرعه، تغيرها. وين راح 3.5 كيلو؟ وين راح 3.99 دينار؟ وين راح انه الحبه حجمها 121,000؟ وين راح انه منشأ الهند؟ كل هاد اعطيني جائزه، جاوبت عنك انت تعطيني جائزه. اسمع احنا هنا 6-7 بتعزمنا على الغداء اذا بدك. خلاص موافق؟ خلاص يلا بدنا نربحك جائزه كمان اكيد. يلا مبروك عليك. نعم لا هلا نسال ستات، هاي المره مش انا اللي غاوزت والله هن. تمام هلا اللي بيشتري كمان روز تايجر البسمتي الموجودين بسامح مول حقه 3.99 دينار، عليه عرض بكل الاسواق الاردنيه. اللي بيشتريه بيجيب لنا فاتوره كمان بيربح معي على طول جائزه فوريه، ريحه الرز بتجنن. طيب نرجع على اللايف، نختار جائزه من على اللايف. لا جماعه اللايف ما احلاهم بجننوا والله، احنا على اللايف 900، شو بدي احكي لهم هذول حبايب قلبي اللي على اللايف. انت كمان شاركت على اللايف، انا عندي هي الرقم، شايف ما احلاهم. طيب بدنا نحكي للناس اللي موجوده معي على اللايف، سالتكم سؤال قبل خمس دقائق وكان متى تم اطلاق روز تايجر البسمتي. طبعا كلياتكم عم بتجاوبوني على اللايف، هينا احنا كلياتكم عم بتجاوبوني على اللايف، عم بتقولوا لي سنه 2023، اكثر من اسم سنه 2023. ليلى عم بتقول 2023. كلياتكم على اللايف كمان عم بتجاوبوني تقريبا صحيح، يعني اللهم صل على سيدنا محمد يوسف. بس بدنا جواب لسؤال اللي هو متى تم اطلاق روز تايجر البسمتي. بدنا نختار، بس بدي امشي بالكومنتس زي هيك، شايفين كيف لازم تجاوبوا الكومنتس، ولازم عفوا تحطوا لي السؤال جواب السؤال على الكومنتس، وكمان تعملوا شير لللايف. بدنا نقول مبروك لإسراء الخماش. يلا إسراء الخماش فزتي معنا بالجائزه الثالثه مقدمه من مجموعه شعبان، مجموعه منتجات من عندهم. طيب يا جماعه والله جوعنا، انا اعطيتكم نص ساعه والله العظيم نص ساعه، يعني نص ساعة بنكون طبخين كل شيء، والله ما في طبخة بتستوي بنص ساعة، عن جد والله. بعدين رز مبخر يا جماعة ما عطيتكم. طيب بدنا نرجع للناس الموجودين معي على اللايف. أول شيء بدنا نسألكم كمان سؤال، الناس الموجودين على اللايف لا تنسوا تعملوا شير لهذا اللايف، تستفيدوا المعلومات اللي أنا عم بحكي لكم إياها، لأنه هي أسئلة اللايف اللي رح تفوزوا فيها. قبل ما نروح على السؤال كمان مره بدي ارجع اذكركم انه اليوم احنا ومجموعه شعبان موجودين باربد، رح نلف المملكه ان شاء الله انا وياكم خلال فتره العيد، رح نكون باجازه بعد العيد على طول رح نروح على كمان محافظه لحتى تفوزوا معي بجائزه بجوائز او مجموعه جوائز مقدمه من مجموعه شعبان. بس الفكره من هدول اللايفات ومن هدول الايفنتات انه تجربوا روز تايجر البسمتي الهندي الحبه طويله اللي حجم الحبه 1121، وتجربوا السعر الجديد اللي عاملين له لكم هلا حصري اللي هو تقريبا 3.99 دينار. تمام
نسأل سؤال على اللايف، أعطوني ثلاث طبخات بسرعة، كل اللي بحضروني على اللايف بدي ثلاث طبخات تنطبخ بروستايجر البسمتي لحبة طويلة سريعا، جاوبوا على اللايف لحتى تفوزوا معي بالجائزة الرابعة، وزي ما حكيت رح أعطيكم خمس دقائق هلأ جاوبوا شير لللايف. طيب الناس الموجودين اليوم على اللايف، مش على اللايف، موجودين معي هون بسامح مول، أوكي تمام. طيب مين معاه آخر فواتير على السريع، لأنه اللي معاه فاتورة هلأ بدي أعطيه جائزة فورية وبعد هيك رح نوقف على السريع جدا. اللي معاه فاتورة اشترى روز تايجر، هي أعطوها لزميلي هناك هالولد الكتكوت، ربحوا جائزة. الناس الموجودين بسامح مول اللي معاه فاتورة رح نربحوا جائزة فورية. الناس الموجودين معي على اللايف، احنا تقريبا من كل خمس دقائق لعشر دقائق عم نختار رابح معنا. كان سؤالنا هلا بدنا ثلاث طبخات، ثلاث طبخات، ما حدا كاتبين لي منسف يا جماعه، منسف روستايجر متوسط الحبه. ليلى عم تقول لي مندي وكبسه واوزي، سهام مقلوبه، انا بحبه بروستايجر البسمتي بس بخلط مع روستايجر، اعطيني طبخات بالرز البسمتي الحبه طويله. شو صار معنا بالاكلات؟ بالله خلينا نشوف الرز عندهم وعندهم، احنا خلاص رح نوقف ورح ندوق، وبدي نختار ثلاث سيدات من هون عشان يدوقوا معي ونحكم على الفريق الأزرق ونحكم على الفريق الأحمر. هون خلصنا. طب بدنا نحط بالصحون كمان، بدنا زميل لصدام يساعدنا عشان نسكب بالصحون نورجيهم الرز. النار طبعا ما بتساعدنا كتير زي النار الموجودة بالبيت، بس ريحة الرز بتشهي القلب. تمام، هاي مجموعة صحون، خلي صدام بس حط لنا الصحون، وبدي مين يدوق معي، هات أشوف مين يدوق. اللي بده يدوق رح يدوق مرتين عشان يحكم على الفريقين، والناس الموجودين معي كمان على اللايف يحكوا لي احمر ولا ازرق. هي رح تدوقي مرتين، تذكري اعطوني معلقه. اول شيء نبلش بالفريق الازرق، برضه اسكب لنا اياه كامل لاني انا بدي ادوق. بلا بلا هاي ايوان الله يخليك، عشان بدي كمان سيد يدوق. مين كمان بحب يدوق؟ رح يدوق، رح يدوق مرتين، بس اسكب لنا اياه كمان كله كامل عشان انا بدي اياهم كلهم يدوقوا. خلينا نقيم بس البهارات الموجوده هون نرجعها. خلينا مين كمان بدي سيدي سيدي سيدي، دوقي 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 عشان تحكمي، مش سحمة انت واللحمة، مين يدوق؟ دوقي، ديري بالك سخون، اوكي. بس ايوان اعملي لنا كمان صحون كمان، ما شاء الله انت مفلفل معك بطريقة حلوة كتير. تعالوا نرجيهم الرز بالفريق الاحمر مفلفل معاها بطريقة بتجنن. الناس اللي بيحضرونا على اللايف اليوم معانا فريق من المتسابقين زوجين، فريق ازرق وفريق احمر، عم بتباروا على طبخة الرز المبخر باقل من 15 دقيقة، استخدموا فيها رز بسمتي الحبة طويلة اللي هو هندي المنشأ اللي عليه عروض حاليا. تمام، هلا استنوا قبل ما ندوق الكل، بس بدنا ندوق هلا مبدئيا اول ثلاث سيدات دقتوا صح؟ نعطيكم نفسكم كمان مرة تدوقوا للفريق الاحمر، مين اللي دقت هون؟ هيدوقي لنا كمان هاي، بس اسمعي لازم تكوني حقانية. مين كمان؟ وين السيدة الثالثة؟ هلا رح نحط الباقية ندوق الكل لو سمحتوا، غير ثلاث سيدات عشان نشوف أي فريق اختاروا. الفريق الفايز الأول رح ياخذ جائزة نقدية مقدمة من مجموعة شعبان أكيد، والفريق الخسران ما بنحبه نطلعه خسران، رح ياخذ معنا جائزة عينية. تمام؟ فعنا جائزة نقدية مقدمة من مجموعة شعبان للفريق الفائز، وعنا جائزة عينية للفريق الخسران. فبدنا نشوف رأيهم. ازرق احمر؟ ازرق. مين كمان هون كمان؟ الاحمر. الثالثه هي اللي راح تفصل. السيده الثالثه الحكم لك، يلا غط يلا بسرعه قولي لنا. عادي تحكي طبعا، مش مستوي على الجهتين. على الجهتين، ما هو قولي الغاز مش مساعدني، بس احكي لنا الطعمه كويسه. الاثنين احمر ولا ازرق؟ الاثنين. لا ما هلا احنا بدك تدخليني بحدا رابع وحدا خامس، هاتوا ادوق. الأزرق خلص، حكت الأزرق خلص، اختارت الأزرق. من نقول مبارك للفريق الأزرق، الزوجين الأزرق فائزوا بالجائزة النقدية، من نقولهم مبارك مقدم المجموعة الشعبان، هلأ رح يعطوهم إياها. وعنا الجائزة العينية فازت للفريق الأحمر، هاي جائزتكم مبارك، يعطيكم العافية. بعدين أنتوا كمان لكم جائزة، ما بنطلعكم زعلانين، لا لكم جائزة، ما بصير عادي. ما أنا ممكن أنا أكون طابخة يقولوا لي مش زاكي أو زاكي وكذا، هي أذواق صح؟ فرح نعطيكم كمان جائزة. هلا زملائي رح يسلموكم اياها، يسلموا ايديكم، شكرا كثير. بدي اختار من الناس الموجودين هون. سرقنا تليفونك؟ اوكي تليفونك معك. بدنا نختار كمان سيدتين هالمره، لانه هاي المره اعطينا جوائز احلى صوره. يلا اعطينا، اسمع معلش انا بدي ادوق الكل من الرز عشان برضو اخذ من حكمكم ورايكم. الرز طبعا انتم بتعرفوا احنا غاز كهرباء، غاز اكثر للعرض من الطبخ، بس بحب ادوق الكل لحتى يدوق ويجرب. خلينا ندوق، مين بحب يدوق؟
انت دقتي هلا بنشوف مين بيشترك على الحاره هاي. هلا باجي على الحاره هاي. ايه خلص يسلموا ايديكم، شكرا كثير. مين بيدوق؟ مين كمان بحب يدوق؟ هاي الفريق الازرق الفايز، ما ضلش ولا واحد. هاي هون. نعم، من وين؟ من مكة جبتيها؟ انت جبتيها مخصوص عشان تطبخ اليوم المكة؟ طب مين قالنا؟ طب مين بده يدوق؟ عشان ندوق لكم، مين بحب يدوق؟ تفضلي. مين كمان بحب يدوق؟ اليوم انا عم بدوق روز تايجر، البسمة هي الجائزة الثانية العينية مباركة، هاي لكم مباركة، ان شاء الله تتهنوا فيها، وانتم كمان مباركة، هي اخذوا من عندنا جائزة عينية، اضافة الى مبلغ نقدي مقدم من مجموعة شعبان مبارك للتنين، بس احنا عم نصورهم على السوشيال ميديا كمان. مين بده يدوق؟ تفضلي. مين كمان حاب يدوق؟ هذا من طبخ السيدات. مين كمان بحب يدوق؟ والله شوفوا جماعة شعبان دائما انا اللي بحب فيهم، هم ما بيشبهوا ولا حدا، يعني عشان هم مميزين وما يطلعوش حدا زعلان. هي كمان جائزة نقدية لكم. فريق الاحمر، فريق الاحمر تعال، بدكش بعطيها لحدا. هاي مبارك للمدام كمان لانها طبخت وفازت كمان، يعني بنعتبركم فايزين لانكم كنتوا معانا. مبارك. طيب رح نختار كمان شخصين، بس قبل ما يطبوني المكان بدي اختار جائزة للناس الموجودين على الفيسبوك معانا، صفحاتنا أروز تايجر، صفحتي، وكمان صفحة سامح مول. عم نسأل أسئلة على اللايف، احنا اليوم موجودين بإربد عروس الشمال لحتى نعمل أكلات بتجنن باستخدام أروز تايجر البسمتي، الحبة طويلة الهندي اللي حجم حبته 1121، هلأ عاملين عليه عرض بثلاث دنانير وتسعة وتسعين قرش. بدي اربح حدا معه فاتورة، بس بدي احكي للناس الموجودة على اللايف، كان سؤالي كتير بسيط كتير سهل. سؤالي كان سنو، يلا تعرفوا تكون في كيف الواحد بتحول، بيكون بيحكي بعدين بسكت وبيبتسم على التصوير. طيب السؤال اللي كان معي على اللايف شو هو؟ بيقول اعطيني ثلاث طبخات نستخدم فيها رز تايجر البسمتي. هلا شو الاجوبة؟ عندنا كبسي، عندنا اوزي، عندنا بخاري، عندنا مندي. كبسة بخاري من هبة، عندنا محمد البوريني عم بيقول مندي اوزي وبخاري، عندنا كمان كثير ما شاء الله اجوبه، بيان عم بتقول كبسة اوزي مندي. طب اسمعوا الناس اللي بيحضروني على اللايف، بدي اشوف انا نطلع شوي نفكر شوي بوصفات وافكار جديده. اللي راح يحكي لي ثلاث وصفات غير الكبسة والمندي والاوزي على اللايف راح يسهل علي انه نختاره بالجائزه المقدمه من مجموعه شعبان. طيب نختار كمان سيدتين معنا هون، سيدتين عشان يطبخوا، شو رأيكم؟ من نختار سيدتين؟ نختار من على جهة الشمال، هي زوجتك معك؟ زوجتك معك، أكلها طيب؟ طيب تعال أنت وزوجتك، يلا. ومن نختار كمان سيدة؟ أنت فزت، شو رأيكم نختاركم؟ تفضلوا، يلا تعالوا. هاي هون رح يجيب لنا هلأ زميلنا صدام، هلأ رح يجيب لنا كمان طنجرتين، رح نعمل رز مبهر. هلأ مين ده أول مرة؟ بس بدنا نشوفه هلا بطريقتهم، تمام؟ اوزي شو رايك؟ هلا اوزي انسي جزر بازيل لبكره بتستوي الطبخه، اليوم معنا بس 15 دقيقة، مش مجال. يلا تفضلي يا مدام. بتساعد المدام بالبيت؟ بتجليه؟ طب والله العظيم أحسن من الطبخ، أنا ولا أي حدا يجلي معي، بديش حدا يطبخ. طيب نرجع الناس اللي عم بيحضرونا على اللايف. احنا عم نقول السؤال اللي طلبته هلا، اعطوني ثلاث طبخات نعمل فيهم او نستخدم فيهم روز تايجر البسمتي الحبه طويله. احنا روز تايجر البسمتي الحبه طويله عليه عروض كبسه ومندي. اعطيني، غششيهم الناس اللي بيحضرونا. ومندي ومقلوبه، كبسه حكينا، كبسه ومندي، مدفونه، برياني، البخاري. تمام يلا غششونا يا جماعة، شو كلنا بنطبخ بالبيت ولا حدا صار فينا عارف طبخات؟ المضغوط كمان كتير زاكي، المضغوط كمان عندنا أرز بتر تشيكن. مزبوط يا أم حسن الشوبكي الموجودة معي على اللايف. هلأ بدنا نختار جائزة من الناس اللي بيحضرون على اللايف، بستنى بس تصيروا 10 بالضبط، يعني بعد دقيقة واحدة راح اختار الجائزة الثالثة المقدمة برضو، أو الرابعة عفوا المقدمة من مجموعة شعبان. مجموعة شعبان حبوا يكونوا قراب منكم، من قلوبكم، من بيوتكم، نعملكم هدول الإيفنتات لحتى تجربوا روز تايجر البسمتي الحبة طويلة وتشوفوا قد ايه هو بتفلفل وبشرب النكهات بطريقة كتير حلوة. مروة زميلتي مروة، لا والله مش معي، هذا انت متابعة كتير منيح. هي حطينا لكم الطناجر عشان بدنا نوقت لكم، هي كل بهاراتنا وكل شيء موجودة، بس بدنا اللحمة، رح ندوقها بطريقتكم.
بدنا نختار جائزة رابعة من على صفحاتنا على الفيسبوك. هاي اللحمة صارت جاهزة، نبلش سيداتي لأنه معانا فقط ربع ساعة، والناس الموجودين معي رح أسألكم سؤال، بس بستنى أختار. يلا مولع الغاز. بس ما تكتروا زيت الصراحة. وهي روز تايجر البسمتي، طبعا روز تايجر البسمتي بدي أسأل سؤال للسيدات الموجودات، نعرف كيف تغسلوا الرز بالعادة أو كيف تنقعوا الرز، قد ايه بتنقعوا وقت، شو رأيكم؟ 10 دقائق. والله منيح، ما بدي أكتر، ربع ساعة. والله أنت أمير، هلا دخلين وربحوك جائزة. طب تغسلي قد ايه مرة؟ أغسله مرتين ثلاث بعدين ننقعه. والله ربع ساعة كويس، هذا الوقت ممتاز. تمام. الرز البسمتي ما بغسله كثير عشان يضل محافظ على نكهته، بغسله بالعادة مرة واحدة أو مرتين يعني بالكثير. والله حلو، كل واحد له طريقته. أنت كيف تستخدميه؟ بنقعه مي فاترة، يعني إنه وسط، مش تنقعيه بمي فاترة مو سخنة. أنا دائما بضل أقول لكل السيدات إنه الرز ما بنقع بمي سخنة نهائيا، ما بنقع سواء تارجر المتوسط الحبة أو البسمتي، مي فاترة هو ما بيحتاج، مي عادي من الحنفية أموره تمام. طيب إحنا عشان السيدات غشوني شوي هن وأزواجهم، مبدئيا بلشوا بالطبخ. إحنا أول إشي رح نعمل كمان مرة رز مبخر عشان بنسهل عليكم إنه الطبخة تستوي ب15 دقيقة، لأنه إحنا غزاتنا أكتر للعرض من الاستخدام المنزلي. طيب سألنا سؤال، خلينا نربح جائزة على الفيسبوك، شو رأيكم؟ شو رأيكم نربح في جائزة؟ هي أم هلا عم بتقول مضغوط كبسة برياني منورس، شكرا كثير. انتم ما في منكم. غادة عم بتقول كبسة مندي قدرة. رانيا عم بتقول مندي برياني قدرة. صيادية قدرة. والله صيادية بتطلع كثير زاكية. ام مالك عم بتقول احلى رز رز تايجر. مين كمان على اللايف؟ اسمعوا لاني راح اختار من الكومنت هيك على اللايف. تمام، شوفوا ما شاء الله يعني تفننوا تفننوا قاعدين بالاجوبة. طيب بنا قيس الحنيطات، اهلا وسهلا بكل حدا عم بيحضرنا اليوم على اللايف. احنا مع مجموعه شعبان عم نكون باربد اليوم، قلنا نيجي قبل العيد بشوي لحتى نعمل معهم هالايفنت الكتير حلو ويربحوا معنا مجموعه من الجوائز، زائد انه عم نطبخ برز تايجر البسمتي. رز تايجر البسمتي رز حبه طويله هندي، حجم الحبه 1121، زي ما قلت لكم منشأ الهند، وهو من اطول حبات الرز اللي بتتفلفل وبتمتص النكهات بطريقه كتير حلوه. طيب بدنا نقول مبارك لمين؟ للناس اللي جاوبوا معنا على اللايف بدي اقول مبروك. ما شاء الله طلعوا ناس، طلعوا الكومنتات على اللايف، اعملوا شير كومنتس كثير لانه بنختار بشكل عشوائي مثل هيك بالضبط، فعشان يجي اسمكم اكثر بدكم تجاوبوا اكثر، بدكم تشيروا الحلقه عشان تفوزوا. بدنا نقول مبارك، الجائزه الثالثه الرابعه رح تكون من نصيب ابو سلطان. والله بساعدنا بقول لك كوسه محشي ورق عنب، هي بتنعمل بالتاجر المتوسط الحبة. طيب نقول مبارك لمين؟ خلينا نمشي بالكومنت زي هيك عشان نختار رابح معانا موجود معانا على اللايف. نقول مبروك لرائدة، هيها رائدة مبارك، بس ناخد سكرين شوت لاسمك. رائدة صقل مبارك، فزتي معانا بالجائزة الرابعة مقدمة من مجموعة شعبان. نربح جائزة خامسة على اللايف، بس بدي كالعادة أسألكم سؤال وأعطيكم 10 دقايق لحتى تجاوبوا. أنا حكيت لكم المميزات اللي بيمتاز فيها رز تايجر البسمتي، بتقدروا تعملوا فيه كل الطبخات اللي أنتم بتحبوها، حتى طبخات مثل المقلوبة والأوزي، لأنه هو رز بيمتص النكهات بطريقة كتير حلوة. اللي هو رز تايجر البسمتي الحبة طويلة منشأ الهند، حجم الحبة 1121، بيمتص النكهات بطريقة ممتازة، متوفر بكل الأسواق الأردنية، عليه عرض ب 3.99 دينار، وهذا العرض لفترة محدودة لحتى أنكم تجربوه وتشوفوا قد ايه رز تايجر البسمتي ممتاز. طيب مين معه فاتورة من الموجودين؟ اشتريتي؟ طيب مين كمان معه فاتورة؟ أنت امبارح اشتريتي رز تايجر البسمتي؟ طيب كان جبتي لنا طبخة اليوم وأنت جاية؟ كان قلتي المسكينة امتياز جاي من عمان وجاية تطبخ، خلينا نعملها غدا ونيجي. عن إيه؟ لا يا حبيبتي والله العظيم بمزح، تسلمي لي حبيبتي. طيب الناس الموجودين كمان، احنا اليوم موجودين بإيفنت مع مجموعة شعبان، بنربح جائزة رابعة على خامسة على اللايف، وأسألكم سؤال صعب ولا أسهلها عليهم؟ والله بدي أسألهم سؤال أسهلها عليهم. كم وزن كيس رز تايجر البسمتي؟ بالله يقرب هون. لا الموجودين رح أسألكم سؤال تاني، طلع لي على الكيس ورجيهم إياه عشان يشوفوه موجود بكل الأسواق الأردنية. رز تايجر البسمتي، طبعا احنا منتجات مجموعة شعبان، هو رز بسمتي طويل الحبة هندي، ووزنه 3.5 كيلو وسعره الحالي 3 دنانير
99 قرش، 3 دنانير و99 قرش، تمام؟ جاوبوا لي كم وزن كيس رز تاجر البسمتي. هلا الناس موجودين معي على اللايف على صفحتنا، صفحه رز تاجر، وعلى صفحه شيف امتياز جتاوي، صفحه سامح مول. طيب الموجودين خليني اسالكم كمان سؤال، والناس اللي بجاوبوني على اللايف نسال سؤال للموجودين، شو رايكم؟ معي جوائز ولا خلصنا؟ معانا؟ والله معانا جوائز، انا معي المديره هون. يلا بدنا نربح من هون، بدي اربح من السيدات الموجودين هون. والله جماعة اسمعوا، قولوا لي انهم متحمسين، اعملوا شوية طاقة، شوية ايش يا جماعة؟ ايش؟ يعني مش امتياز، احكوا تاجر، احنا موجودين اليوم مع مين؟ لا خلينا مع بعض، احنا موجودين اليوم مع مين؟ تايجر، خلينا نحكي، احنا اليوم موجودين مع تايجر البس، طب مع بعض مرة ثانية، احنا موجودين اليوم مع تايجر البسمتي، تمام؟ بدي اسال سؤال من هون، بس سؤال شوي صعب، مين بيحب يجاوب عليه؟ لا هو مش صعب، سهل شوي. تعال خلينا، متى اسست مجموعه شعبان؟ اسمعي بالاربعينات، هني بغشش. 40 45. كيف حذرتي؟ مكتوب وراي، جنبي، شمالي، يميني، والله العظيم تستاهل جائزه، عرفت لحالها. ما حكيت لك طب اعطوها جائزه. طيب كمان سؤال للناس الموجوده هون، بدي اسال كمان سؤال وأذكر الناس اللي بيحضرونا على اللايف إنه إحنا موجودين مع مجموعة شعبان بإربد، رح نختار كمان جائزة على اللايف على السريع، فوتوا جاوبوني على السؤال الأخير خلينا نقول على اللايف. إيش كان السؤال؟ كم وزن كيس رز تاجر الحالي؟ لا أنتوا رح أسألكم سؤال أصعب، أنتوا خلاص غششتكم، غششتكم كتير. إيش أسألكم؟ عندي هالسؤال، مين أسأل؟ عمو أسألك هالسؤال. لا غير هذا السؤال، هذا السؤال للناس اللي موجودين معنا على اللايف على الصفحات، بدي هلا يجاوبوا عليه، بس خلينا نحكي لإلك سؤال. كم حجم حبة رز تايجر البسمتي؟ حجمها، يعني إذا أنت شاطر بالرياضيات بتجاوب. يعني في رقمين قبل ال 21. 1121. صح، ربحوا الجائزة، 1121 حجم حبة الرز. أنت طب ما هي المدام تطبخ، بلكي فازت كمان بدك تربح جائزة من هون المدام تطبخ. طيب شو عملتي هون بالطبخة؟ حطيت البصل واللحمة، حطيت نسبة من البهارات، هلا بدي احط الرز قلبه مع اللحمة وبعدين احط المية. يلا خلينا نبلش، بس ما بدنا نكتر مي، لأنه رز تايجر البسمتي بياخذ كوب وربع لكوب ونص من المي المغلية. ايش عملنا هون؟ حطينا أول شيء البصل والثوم مع الزيت والقليل، وحطيت عليهم البهارات وخلطت اللحمه معها. طيب خلينا نسالك، انا حاسك صريح عمو، تاخذنا نسالك بالله. تعال، انا بحب اسال الرجال الصريحين. تعال تعال، قد ايه ولد عندكم ما شاء الله؟ اي ولدين وبنتين. الله يخلي لك اياهم، ولدين وبنتين، قد ايه اعمارهم؟ 25 و20 و15 و12. ايش بحبوا اكلات فيها رز؟ لما الماما تطبخ لهم اياها مستحيل ما ياكلوها. بحبوا الكبسه والمندي. كبسي ومندي، يعني تستخدمي رز تايجر البسمتي؟ والله ايوه. لا طبعا بدك تستخدمي كمان، اليوم عم تطبخي فيه. لا ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك، بس باين انه نفسك بالاكل طيب. ايش بحبوا بالاكلات من تحت ايديكي بالبيت؟ المقلوبه. مقلوبه تاكلها على لحمه ولا عجاج؟ على دجاج. كباب العبيدات زاكيه الصراحه، والله انا والجماعه اربد اليوم بجيبوا لي، شايفين اليوم ولا حد جاب لي ولا شيء. هي على اللايف بدي اذكرهم اليوم ولا حدا جاب لي ولا شيء من الاربد. تمام يلا الناس اللي بيحضرونا على اللايف، خليني ارجع افوت على اللايف، ارجع اذكركم انه انا معي جائزه مقدمه من مجموعه شعبان، منكم تجاوبوني كم حجم او وزن كيس رز تايجر البسمتي الموجود بكل الاسواق الاردنيه اللي عليه عرض ب 3 دنانير و99 قرش. تعالوا لفوا علي انتم الاطفال الثلاثه، تعالوا. أنا عندي نقطة ضعف مع الأولاد، أنا لو تجيبوا كلكم أولادكم والله العظيم اليوم كل الرز رح نوزعه ببلاش. تعالي وينها؟ وينها؟ تعالي تعالي عشان نشوف. أنت اشتريتي رز؟ تعالي أشوف، أنت اشتريتي رز؟ آه. إيش بتحبي أكلات من تحت إيدين ماما؟ كبسة. كبسة، وإيش كمان بتعمل لك أكلات زاكية بالرز اللي اشتريتيه هلا؟ احكي لها لماما، إيش بتحبي أكلة تطبخ لك إياها؟ لا أعطيني بالرز، بالرز. برياني. برافو، إيش كمان؟ مقلوبة. مقلوبة، طيب مقلوبة وكبسة وبرياني. انت اشتريتي رز؟ اشتريتي تطبخي معنا هون؟ تحبي الطبخ؟ تحبي اكل ماما زاكي؟
طب بابا بطبخ بالبيت؟ بابا بطبخ مع ماما؟ مرات يعني ايش؟ اعطيني اكله يعملها بابا زاكي، يلا قولي لي. حتى لو انه بيعمل سندويشه. كل شيء بعمله زاكي يا حياتي. طب انت كنتي رح تفوزي من غير ما تشتري رز، لانك اشتريتي رز هينا نفوزك بجائزه. شو اسمك؟ زينه. زين. وانت؟ زينه. زينه احلى اسم. تعال انت اخوها لزينه صح؟ تعال تعال قرب عندي. تعي تعي تعي. شو اسمك؟ يامن. يامن شو هالاسم الحلو؟ شو معنى اسمك؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ ماما شو معنى اسم يامن؟ اليمن والبركة، وانت بركة. يلا هي بنعطيك جائزة تانية حبيبي، الله يحميكم. لماما انت شو اسمك؟ محمد. محمد بتحب ماما ولا بابا اكتر؟ هات نشوف. انت بتحب ماما ولا بابا اكتر؟ الاثنين. الله يخلي لك يوم بتسلم عليهم كتير. قولهم ربحت اليوم انا. يلا حبايبي مبارك مبارك. كل اسرار العيلة اليوم سألت. ما شاء الله، الله يخلي لك اياه يا ربي. وينه اللي بده رز لأمه؟ وينه؟ وينه اللي حكى بدي رز لمامتي؟ بدك رز لمامتك؟ شكلها ما بتطبخ بالبيت ولا بتطبخ؟ مو حسب. طيب عشان أنا بس هلأ بدي أناديك عشان أسألك كمان سؤال. الناس اللي بنضموا لنا على اللايف أو موجودين معي على اللايف على صفحة أروس تايجر وعلى صفحتي وعلى صفحة سامح مول، بدي إياكم تفوتوا تعملوا هلأ شير، لأنه رح أختار هلأ دقيقة واحدة ورح أختار رابح الخامس معانا على اللايف. موجودين اليوم بإربد إن شاء الله، بدكم ضلكم متابعين معانا على صفحة أروس تايجر لتشوفوا كل خميس أو كل سبت وين رح نكون حول المملكة. رح نيجي نزوركم كلياتكم، نجرب كلياتنا أروس تايجر البسمتي. أنا كتير بحب أنكم تحفظوا شكله. وزنه 3.5 كيلو، عليه عرض خاص هلأ ب3.99 قرش، موجود بكل الأسواق الأردنية. رز طويل هندي المنشأ، حبته كبير يعني طويلة وناصحة هيك مليانة، بتفلفل معكم، بشرب النكهات بطريقة كتير حلوة. اليوم احنا موجودين مع مجموعة شعبان بمسابقة طبخ، كانت اليوم للأزواج، كل حدا بيطبخ الرز بطريقته وبنختارهم ايش اسم حضرتك؟ نجاح باكير. اهلا ست نجاح. ست نجاح قالت لي قصتها واحنا وهي عم تطبخ. اول شيء عندها ولد اجى بعد 14 سنه صح؟ الله يخلي لك اياه. شو اسمه؟ محمد. محمد الله يخلي لك اياه. محمد الصباغ. محمد رح يحضرنا، بتحكي له احضرنا على صفحه روز تايجر، بشوف اللايف وبسمعك وانت بتحكي عنه. عندك محمد؟ لا عندك كمان اخوان لإله؟ الله يخلي لك محمد. شوفي انت طبختي، كانت الاكل زاكي ولا مش زاكي؟ انت ربحتي معنا بجائزه. الله يخلي لك محمد. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي. بتحضرنا كمان متابعة اليوم بالنسبة للسعودية اليوم عملت حب القرنفل أكثر من حبة ولا بصير؟ حبة واحدة بحط بس بحب واحدة واحدة حبة واحدة. طيب الناس اللي بيحضرونا على اللايف شير كومنت لايك، لأنه آخر دقيقة معكم لحتى نختار الرابح الخامس والأخير معانا على اللايف. وبدي إياكم ضلكم متابعين على صفحة روز تايجر على الفيسبوك لحتى دائما وأبدا تشوفوا إحنا وين موجودين، لأنه دائما معانا جوائز نقدية، دائما معنا هدايا، ودائما معنا مسابقات كتير حلوة. بنختار رابح أخير عن صفحاتنا على الفيسبوك. والسيدات الموجودات هون بدي أقدر، أنا طبعا دائما بقدر إنه بتيجوا عشاني، يعني بقدر كتير السيدات الحلوين زي والداتي عم بيكونوا معانا بكل إشي لحتى يدوقوا الاشي اللي عم نستخدمه مع روز تايجر. تفضل انت اللي بدك رز لمامتك. اول شيء هي بتطبخ، هي معك اليوم ولا لا؟ لا والله مش معك. طب تعال قرب، تعال تعال نمي شوي انا وياك. كنت مارق وشفتنا على اللايف. بتحضرني طيب ولا ما بتحضرني؟ مو حسب مامتك بتحضرني ولا على مواقع التواصل؟ انت ايش عم تقول؟ لا مامته ما بتحضرني. بنرن عليها تليفون عادي، نرن عليها تليفون بنسالها بتحضري شيف امتياز ولا لا؟ هي على الكبسه اكثر شيء يعني. تطبخ كبسه؟ تمام. اخر شيء طبخته كان ايش؟ بالرز طبعا. بالرز كبسه. كبسه امتى طبخت لك كبسه؟ امبارح. والله. طب تستخدم روز تايجر البسمتي هي ولا لا؟ تايجر وبسمتي ومنسف كل شيء. يعني تستخدم روز تايجر متوسط الحبه وروز تايجر البسمتي. طب خلص انت بتاخذ لها هلا من عندنا روز تايجر البسمتي وبتقول لها هذا هديه لها عشان ضلها تطبخ لك كبسه. تمام. سلموه شباب والله روز تايجر البسمتي. ايش صار معنا؟ احكي لنا شو عملتي. هينا هسه بتشرب من الرزات بس. طب عيدي لنا على السريع شو عملت؟ حطيت البصل والثوم مع الزيت القلي، وبعدين حطيت اللحمه وحسيتهم مع بعضهم، حطيت البهارات كلها مع بعضها وحس الرزات مع البصلات مع اللحمات. تمام. حطيت المي المطلوب. طب وانت عم تطبخي بروز تايجر البسمتي ايش لقيتي له ميزات عجبتك وانت عم تطبخي؟ لانه احنا ما بنطبخ ببيتنا، احنا بنطبخ هون بعرض لايف مباشر. حسيته زيه زي رز الكبسه الاصلي يعني. ممتاز. روز تايجر البسمتي رز طويل الحبه بتفلفل معاكي بطريقه كثير حلوه، اهم شيء بيشرب النكهات. ايش عملتي؟ والله انت عملتي لنا كميه كبيره، انا بحب هيك البركه الصراحه. ايش عملتي من اول وجديد؟ قليت البصله والتومه والزنجبيل
وحطيت نسبة بسيطة من البهارات، بعدين هنا واللحمة نزلت اللحمة عليهن، بعد ما سوت اللحمة نزلت الرز قلبته مع اللحمة وحطيت البهارات كفاية والملح. والله بتحسوني أنا وياها جايين نشوف شوفوا القعدة والله كيف جايين نشرب بهارات. لما نيجي عندك على الدار بنشرب شاي حبيبتي. طيب خلينا نسأل سؤال يا حبيبتي تسلمي لي والله كلك ذوق كلك ذوق. طيب بدنا نختار جائزة عن اللايف. جماعة اللايف اليوم كانوا بجننوا الصراحة والله بيستاهلوا هالجوائز اللي احنا اعطيناهم اياها من مجموعة شعبان. كان معانا سؤال على اللايف بيقول كم حجم او وزن عفوا كيس روز تايجر البسمتي الحبة طويلة احدى منتجات مجموعة شعبان الموجودة بالاسواق الاردنية كاملة. الجواب كان 3.5 كيلو. بدنا نختار معانا رابح نشوف مين الربح معانا. نقول طبعا الشخص اللي بده يفوز معانا على صفحاتنا على الفيسبوك بده يكون ايش عامل شير مجاوب السؤال صح اللي هو كم وزن كيس روز تايجر. انت كمان مشاركه. طب ما انت رح تفوزي خلص فوزناكي والله العظيم فوزناكي حتى من غير ما ندوق الاكله حكينا لك عشان محمد فوزناكي حبيبتي. طيب خلينا نقول مين فاز معانا. طلعوا نمشي بس بالكومنت زي هيك اعطيكم دقيقه ثانيه. بندر شف بندر حبيتي. طيب للشف بندر هو لحقني كبر على الشف بندر عقربت كتير هيك هلا رايح اكل عنده كنافة بعد اللايف. طيب نختار رابح معانا خامس من على صفحاتنا على صفحة روز تايجر صفحة شف امتياز جتاوي وكمان صفحة سامح مول. كل اسماءكم بتفوت معي على السحب. بدي اختار رابح خامس معي على اللايف لانه احنا اسم الله صلنا ساعة على اللايف صح؟ قدي صلنا على اللايف ساعة كاملة ما شاء الله والله احنا نسوان قد ما منقرقر ما منحس بالوقت. طيب نختار رابح معانا نقول مبارك لمين. بسم الله ما شاء الله نقول لمحمد بدران. محمد بدران فزت معانا اخذنا كمان اسمك بالجائزة الخامسة المقدمة لمجموعة شعبان. جماعة شعبان معانا على اللايف كمان جائزة صلنا ساعة خلاص. اسمعوا اليوم شكلها الجوائز مفتوحة على اللايف والله لأنه جماعة اللايف بسم الله 550 بعد ساعة يعني ما شاء الله ما شاء الله كتار. فالناس اللي بيحضرونا هلا سواء على اللايف أو موجودين معانا اليوم موجودين إحنا ومجموعة شعبان مع روز تايجر البسمتي عم نسلط الضوء على هذا الرز اللي قديه حبته طويلة وعريضة وحجمها كبير. رز هندي المنشأ مفلفل بطريقة كتير حلوة. مين معاه فاتورة لروز تايجر؟ الناس الموجودين بسامح مول كمان مين اشترى روز تايجر البسمتي؟ حضرتك محمد بالله تشوف لنا الله يخليك. اشترت روز تايجر البسمتي. الموجودين بسامح مول عم بسمعوني او موجودين على اللايف بسمعوني كمان احنا موجودين بسامح مول بإربد. اللي عم بياخد الرز عم نعطيه هدية فورية مقدمة من مجموعة شعبان. انا كسيدات عم بسمعوني على اللايف بدي ارجع اقولكم انا كشف امتياز دائما بستخدم بكل الوصفات اللي عم بتشوفوها ببرنامج بهار ونار او ببيتي ما بستخدم غير روز تايجر من سنين. اليوم ما بستخدم غير طبعا احنا بنحكي عن روز تايجر متوسط الحبه. اليوم ما بستخدم الا تايجر البسمتي لانه عم بتفلفل بطريقه حلوه. شفتوا هذاك اليوم عملت فيه الدجاج المحشي اللي محير فريكه ورز مع بعض هاي الطبخه طلعت كتير حلوه. طبقتيها ثاني يوم مستحيل انواع الرز الثاني تتفلفل مع الفريكي بطريقه حلوه. عملتها موجوده على السوشيال ميديا برضه باستخدام روز تايجر البسمتي بتمنى انكم تشوفوها. طيب بدي اسال سؤال اخير على اللايف عشان ننهي اللايف باخر 3 دقائق. بدي انهي اللايف على متى تاسست على السريع جاوبوني متى تاسست مجموعه شعبان. سمعتوا اكيد الجواب قبل دقائق بعام 1945 مجموعه منتجاتها العريقه والكبيره والموجوده بكل مكان بالدكان في السوبر ماركت في الهايبر ماركت. هذا الحلو في مجموعه شعبان عم بتوفركم كل شيء بجوده عاليه. جاوبوني على السريع على اللايف خلينا نختار جائزه اخيره وننهي اللايف ونسال سؤال للناس الموجوده هون ولا نس شو صار صراحه. انا جاي جوعان وجعت بزياده روائح حلوه. شو صار معنا بالرز؟ انت عملتي كميه قليله فرح تستوي بسرعه. هون ام محمد دمرت الكميه كلها. انا الكمية كلنا عشان كلياتنا ناكل والله ما بننهي اللايف قبل ما كلياتنا ناكل. طيب الناس الموجودين بسامح مول ارجع اذكركم اذا بتشتروا روز تايجر البسمتي عليه عرض ب 3.99 دينار وزنه 3.5 كيلو. الناس الموجودين معي على اللايف حطينا لكم جائزة اخيرة. اللي بجاوب على السؤال رح يفوز فيها اللي هو متى اسست مجموعة شعبان. بنحكي اليوم عن روز تايجر البسمتي طويل الحبة هندي المنشأ حجم حبته 1121 وزنه 3.5 كيلو. وكمان الحلو فيه
انه بيمتص النكهات بطريقه كثير حلوه. مندي كل السيدات اللي بيحضروني على اللايف كانكم بسم الله كثير كثار لنهايه اللايف، يعني احنا عم نقول تقريبا 500 عم بيحضرنا بالثانيه على اللايف حتى نهايه هذا اللايف، بدي اياكم تجربوا ريز تايجر، تبعتوا لي رايكم، انا كل كومنت بتوصلني بقراها، اضافه انه مجموعه شعبان حاطين فريق عشان دائما ياخذوا كل ملاحظاتكم كل تفاصيلكم عن الرز، ولكن كما تعودنا على ريز تايجر المتوسط الحبه قد ايه بتفلفل معنا بطريقه كثير حلوه، لازم نجرب روز تايجر البسمتي. طيب احنا بس دقيقه واحده وبدنا ندوي اسم، ممكن ننهي اللايف قبل ما يكونوا سيداتي خلصوا الاكلات. ايش صار معنا؟ بستنوا اكلاتك يا امي محمد، بدنا ناكل جوعنا. تايستوا هين لا يستوي. طب دقتي طعمه دوقتي لابو محمد؟ دوي لابو محمد نشوف شو رايه، نشوف الرز مفلفل بطريقه كويسه. دوي يا ابو محمد دوي راحتك، استنى لا تاكلها. زكيات زكي اه زكيات وينو؟ تعال دوق. ايش اسم حضرتكم؟ ايش؟ ام احمد. دوقيل نشوف لابو احمد. ابو احمد شكله عنده نفس على الاكل الصراحه، صح؟ علمتيه قبل ما كان هذا الطبيخ ولا بلاش؟ هذا الطبيخ ولا بلاش؟ شوفوا كيف الرجال بغاوزوا مع نسائهم. طب تعال اسالك سؤال غريب، استنى عشان احنا بغض النظر كيف طلعت الطبخه هي رح تفوز. مين بطبخ من العيله احسن من ام احمد؟ اخت الي. اختك اكيد هي رح تحضرنا على اللايف عشان ترجع انه تخليها ترجع تحضر. ام ايش اسمها؟ اختي بنت بعد. ايش اسمها؟ اسمها ثروه الشياب. ثروه عم بيقول انه اكلك زاكي، بدنا نبعث لك من عندنا كيس روز تايجر البسمتي لحتى تجربيه وتبعثي لنا رايك. منيح هي كمان فوزناها وهي ما بتعرف، بس لانك اعترفت انه في حدا بطبخ احسن من ام احمد. شوف امتياز، اختي شاطره بالرز حقيقه، يعني بالمنسف يعني مش طبيعيه. تعمل منسف زاكي؟ والله اقول الكبسه بناتي شاطره. والكبسه لا خلص احنا هلا فوزنا ثروه، لانه اسمع ترى بتطبخ احسن من انت. بتعرفي ايش يعني الرجل يعترف انه في حد بطبخ احسن من مرته؟ انا بحب طبيخها كمان. كمان؟ طب بتعمل منسف كثير زاكي، وايش كمان؟ بتطبخ يعني شيء كثير كويس. حلو خلص، هي هديه من مجموعه شعبان روز تايجر البسمتي عشان نجرب فيه اكل زاكي وتخليها تحضرنا على اللايف. طيب نسحب وننهي اللايف، ننهي اللايف لانه احنا كثير طولنا على اللايف، صرنا تقريبا ساعه وثلاث دقائق احنا على اللايف. الناس اللي حضرونا على صفحاتنا على صفحه روز تايجر وعلى صفحتي وعلى صفحه طبعا سامح مول، بدي اتشكركم كلياتكم، بدي اتشكر انه انتم كنتوا موجودين معنا على مدار هاي الساعه. بدي بس تعملوا او تضلكم متابعين لصفحه روز تايجر لانه رح نضل نحكي لكم احنا وين موجودين كل اسبوع حول المملكه لحتى نلتقي فيكم وتجربوا روز تايجر البسمتي. انا متاكده اللي بجربوا اول مره رح يعلق فيه كثير منيح. بدي اودعكم واقول لكم شكرا للناس اللي عم بيحضرونا على اللايف، ونلتقي فيكم قريبا جدا من محافظه ثانيه في الاردن. بس احنا لساتنا موجودين هون سيداتي، باي باي اللي على الناس بيحضرونا على اللايف، بس لساتنا موجوده. نسحب احنا لسه على اللايف صح؟ طيب خلينا نسحب. حاضر بدنا نسحب، حرام انا والله نسيت اسحب. قامت مديرتي العظيمه الجميله اللي اسمها عفاف، انا زعلانه منها اذا اللي بيحضروني على اللايف اشوف وين ملامحها، هي عم تبتسم. لا مش زعلانه من مروه، زعلانه من عفاف. المهم بدنا نسحب جائزه عن اللايف. انا سالت سؤال، والله انتم شطورين اللي بيحضروني على اللايف، يعني متابعين معي كثير منيح بالاسئله وبالاجوبه. طب عشان عفاف طلبت مني اني اعطي فرصه دقيقه واحده للناس الموجودين على اللايف، اعطوني متى اسست مجموعه شعبان. صراحه كل الاجوبه صح، بس الناس اللي بيكتبوا لي تم وهيك لا اكتبوا لي الجواب. الجواب هو في عام 1945، هني غششتكم، نعطيكم دقيقه من هلا لحتى تجاوبوا على السؤال بعام 1945. تمام سريع جاوبوني على اللايف. طيب شو صار معنا بالرز؟ والله العظيم فرطنا الجوع، بالضبط لكم 35 دقيقه بتطبخوا بالرزات، بس والله شكلك معلمه بالطبخ. شو بيحبوا منك اكلات مستعزمي ناس؟ كل شيء بحبه، كل شيء في شيء. طب اهم طبخه بتطبخيها ايش هي بالعزايم؟ بالعزايم ورق العنب، المقلوبه، المنسف. حلو، ورق العنب والمندي والمنسف. وين رحتي؟ خلص انت طبختي ورحتي خلصت الطبخه؟ تعالي بدنا ندوق. الحمد لله من ندوه، شوفوا لنا الرز مفلفل معها بطريقه حلوه صدام. جيب لنا كمان صحون. بدي اسال السيدات بالعزايم شو طبخه هن بيمتازوا فيها بالرز؟ المنسف اكثر. احكوا لي اعطوني الطبخه اللي بتمتازي فيها بالعزومه بالرز. اكيد منسف. الاوزي.
شيء كبسة. كبسة كبسة. مين كمان احكوا لي ايش تمتازوا بطبخات؟ مندي الأوزي والي. والله نيال هو اللي بيجوا عندك في طنجرة والي كبيرة. برياني. برياني زاكي. انا المضغوط. المضغوط كمان كتير زاكي رغم انه مش متعارف عليه كتير، الناس بيعرفوه كتير. طيب نربع ناخد بس ندوق الناس، بصير ندوق الناس لو سمحتوا. يلا بدنا ثلاث سيدات. ثلاث سيدات. انا هلا بدوق. انا من الريحه، والله من الريحه شكله كتير زاكي يعني من الريحه. طيب نختار ثلاث سيدات يدوقوا معي، واللي راح يدوقوا نفسكم راح تدوقوا مرتين. فنختار دوقي. هتدوقي مرتين. اعطونا كمان هلا احنا الفريق اللي على الشمال، خلينا نقول له فريق اثنين. طب دوقي. يلا حلو اصلا الاطفال انهم يدوقوا كمان. اعطينا واحدة ثالثة. صرنا ثلاثة. مين كمان؟ دوقي. قولي لنا رأيك. بدنا من عندكم كمان لسه ما استوت، بس خلينا ندوق البقية. بدنا نعبيهم عشان ندوق البقية. لا احكوا الصحيح، ديروا بالكم. ام احمد بتهدد فيي، ديروا بالكم. طيب خلص انا شايفتها ممتازة، امورها رائعة. حتى اسمع لو انه مش مستوي شوي او المي مش ناشفة شوي، لانه احنا ما ضل معانا وقت. بدنا ناخذ نحط بثلاث صحون عشان ندوق الناس الموجودة هون. الثلاث اللي دقوا احفظوا نفسكم عشان انا اجيب لكم كمان مرة تدوقوا. حط لنا صدام لو سمحت. تمام اعطينا معلقة ندوق كمان ثلاثة. يلا مين دق معي؟ بدك ترجع تدوقي هاي كمان عشان تاخذ تعطينا مين اللي فاز، الفريق الاول او الفريق الثاني. اعطيني يا صدام، انا حافظه اللبس الفوشيه. دوقي كمان عشان تعطينا اي فريق فاز. اعطيني اياها لو سمحت. تمام مين كمان سيدي الثالثه اللي داقت؟ مين انت؟ صح انت دوقتي، صح انت صبيه الحلوه. طيب مين اول شيء نروح؟ دوقتوا؟ دوقتوا؟ دوقتوا خلاص الثلاثه؟ هلا احنا حكينا سوا نتجاوز عنه، احنا حكينا سوا بدنا نتجاوز عنه، بس بدنا ناخذ النكهه قد ايه مميزه. مين مع الفريق الاول؟ الفريق الاول ولا الثاني كان أزكى؟ الاول. الاول احنا خلص اثنين ضد يعني انت بس واحد. وين دقت الثالث؟ الاول ولا الثاني؟ الاول. والله انت فزتي بجداره عشان محمد وعشانك شاطره بالطبخ، سمعتي؟ والله العظيم يعني انت طلعتي الجائزه بتستحقيها حبيبتي، حبيبة قلبي. وكمان انتوا فزتوا معنا بجائزة نقدية وجائزة عينية، احنا ربحنا الكل، ما بدنا حدا يطلع منا خسران. نسحب جائزة أخيرة على اللايف، بدنا نقول مبارك على اللايف هلا سريعا جدا. بدنا نقول ما شاء الله لا فدوى. فدوى فدوى من فدوى؟ هي فدوى. نعم يلا لا فدوى. وين راح اسمها؟ استنوا شوي فدوى، بس انا اخذت سكرين الشوت للاسم بس راح من قدامي. فزتي معنا بالجائزة السادسة مقدمة مجموعة شعبان. بدي اتشكر كل حدا اللي حضرنا على اللايف على صفحتنا روستاجر وعلى صفحتي وعلى صفحة سامح مول. رح نكون معاكم ان شاء الله كل اسبوع بعد العيد بمحافظة من محافظات المملكة. بدي استودعكم الله وباي باي للناس موجودين على اللايف، وكمان للناس اللي عم يحضرونا هون. انت فزتي معنا، جيبوا لنا الجائزة للسيدة الجميلة. هاي هاي تفضلي جائزتك مقدمة مجموعة شعبان، وبرضه رح نعطيكي باكج هدايا مجموعة منتجات مجموعة شعبان. هاي الجائزة الأولى وهي الثانية، عن جائزتين ربحتي فلوس هاي، وهاي كمان لإلكم كمان ربحتوها مباركة. ورح نعطيكم كمان وكمان هلا رح يعطيكم مجموعة